الرحمن الرحيم. حيدر نصر مدير العام صرف السلام. الصرف الإسلامية في الجزائر كما تعرفون موجودة في الجزائر منذ التسعينات مع بنك البركة الجزائري، و2008 مصرف السلام الجزائري، وهما بنكان يقدمان خدمات مصرفية ملتزمة كلية بمبادئ الشريعة الإسلامية، هي هما بنكان إسلاميان 100%. بصدور أنظمة بنك الجزائر نظام 2018 ثم النظام تاع 2020 سمح بدخول فاعلين جدد، مؤسسات مصرفية أخرى تقليدية، سمح النظام لها بأن تفتح نوافذ إسلامية تقدم خدمات مصرفية وفق قواعد الشريعة الإسلامية بصفة مستقلة عن الخدمات التقليدية. هذه النوافذ ودخول هذه المؤسسات الجديدة ولا سيما البنوك العمومية بفضل شبكتها الواسعة ستسمح بتوسيع رقعة تقديم هذه الخدمات المصرفية في الجزائر، بتقريب هذه الخدمات إلى الجزائر العميقة. فيما يخص مصرف السلام، يعني بالنسبة له يعني النشاط كان موجود من قبل، واستطاع مصرف السلام أن يطور من نشاطه ومن حصته في السوق بفضل يعني حزمة من المنتجات الجديدة والمتميزة، ولا سيما بعد أن دخل في عالم الرقمنة عن طريق رقمنة بعض الخدمات المصرفية، سواء خدمات الدفع عن طريق الهاتف عن طريق الكيار كود فضلا عن البطاقات إلى آخره، والدفع الإلكتروني كذلك عن طريق التقديم التمويل الاستهلاكي الإلكتروني تيسير عن بعد، يعني عن طريق بشراكة مع بعض أصحاب مواقع التجارة الإلكترونية الذين يعتمدهم البنك، ما ثلاثة شركاء استطعنا أن نطور منصة لتقديم التمويل الاستهلاكي الشرعي طبعا عن طريق البيع بالتقسيط للمنتجات الكهرومنزية المركبة محليا. فالمواطن بإمكانه أن يستفيد من هذا التمويل دون أن يتجشم مشقة الانتقال لا إلى المصرف فروع المصرف ولا إلى الموردين، يعني المعاملة تتم كلها عن بعد عن طريق يعني الكمبيوتر، وحتى السلعة تصله إلى البيت دون أن يعني ينتقل إلى لأن تطور يعني مصرفي تطور يعني تطور ملحوظ، يعني تقريبا نسبة نمو إجمالي الميزانية يعني أصول المصرف تقريبا في السنوات الستة الماضية 47%، وحتى بعد التقنين يعني مثلا نعطيك الودائع الادخار مثلا في بين من 2020 ل 2021 سنة 2020 تطورت بتقريبا ازدادت ب 12 مليار دينار يعني فقط في سنة واحدة، وكما قلت يعني تقريبا يتم بمعدل 6 مليار دينار سنويا في السنوات الستة الأخيرة.